بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم شرح الدالة الجمع دالة صام. يمكننا كتابة الدالة عن طريق طريقتين. الطريقة الأولى عن طريق اختيار الخانة التي نريد ظهور نتائج فيها، ثم نقوم بالضغط على Insert Function، نقوم باختيار دالة صام، وبالفرنسية تجد صام، نقوم باختيارها ثم الضغط على OK، ونقوم هنا بتحديد المجال الذي نريد جمعه. مثلا نريد جمع ثلاث خانات هذم، ثم الضغط على OK فيقوم بجمع الخانات. أو الطريقة الثانية، يمكننا كتابة بدون حاجة إلى الذهاب إلى Insert Function، نقوم بكتابة أمس المساواة ثم كتابة سام، الضغط عليها ونقوم بتحديد المجال. مثلا هذا المجال، إغلاق القوس ثم أنتر. ويمكننا كذلك تحديد قيمتين فقط، سام، ثم نحدد هذه القيمة بوين فيرجيل، ثم القيمة 5 مثلا. نغلق القوس دائما ثم نضغط أنتري. يمكننا كذلك تحديد مجال مع قيم تساوي دالة صام. مثلا نقوم بتحديد هذا المجال ثم بوان فيرجيل، ونقوم بتحديد الخانة الموجود فيها 5 بوان فيرجيل والخانة 9، يعني قمنا بجمع جميع القيم ما عدا القيمة 7، ثم نضغط على أنتري. وبهذا نكون قد أكملنا شرح دالة صام. أرجو أن يعجبكم الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.